سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم حنوجدو ان روبا كومبلي تاع شهر رمضان، يعني مائده رمضان. راح نبداو حاجه الاولى، نديرو لوبيا ماشطو سوتي بالدجاج. دونك كما شفتو نقيتها بيان، نحيت لها كامل لي كو، قسمتها على زوج، دونك خليها كومام طويله اسي لونغ. دونك فوالا، هذا اريكو فان. نغليه ديراكتومون، بيان سور ندير دابور الماء يغلي، من بعد باش نرمي اللوبيا ديالي. بعد نوتر كوتي، نحكم اون سوتوز، نحط فيها الدجاج. انا استعملت جوست لا كويس، عبالكم في رمضان ما ناكلوش بزاف، دونك الواحد ما لازمش يكثر، من بعد يولي غير تبدير برك. دونك لا كويس تاعي نحيت لها، نقيتها ايتترا بيان سور، الخل والملح وكل حاجه. ومن بعد نحطها في لا سوتوز، نحط معاها توم. الوغ كيما شفتوا انا استعملت واحد 4 ولا 5 سنين توم، ونقسمهم اون فيل لامل هكذا كما شفتوا، يعني دي غوندي الرقاق، ونحطهم مع الدجاج ديالي. ومن بعد نزيد معاهم الملح، فلفل الكحل، فوالا، والمعدنوس بيان سور، وشويه زيت سانغو، وشويه زبده. فوالا، تقدروا ديروا زبده وحدها، انا بريفير نخلط لي دو. ما تنساوش المعدنوس، سي لا شوز لا بلوز امبورطونط باش يجيكم هذاك لو غو. دونك من بعد نخليها تتقلم مليح، كما شفتوا الثوم ديالي تقلى لي، ومام الدجاج لازم ياخذ اون بتيت كولور في لابو تاعو، يعني يولي شويه دوري. ومن بعد باش في هاد ليتاب نحكم شويه قطرامه ونمرق، يعني ما نمرقش فريمون، فريمون قطرامه كيما نقولوا، برك باش ما الثوم هذاك ما يلصقليش في لو فون تاع لا سوتوز ديالي، ما لازمش تمرقوه بزاف. الوغ في هذا المومون اللوبيا تاعي تكون طابت، دونك نحكمها نصفيها، ندير لها ما بارد باش تغاردي لي لا كولور تاعها، ونستوبي لا كويسون تاعها، يعني غابيدمون نديرها تحت الماء بارد ونخليها تقطر. ومن بعد كي تقطر مليح مقاع الماء ديالها، نحطها مع الدجاج ديالي ونخليها تتقلى مع هذيك لاصوص تاع الثوم والمعدنوس. دونك من بعد نزيد نحط لها شويه معدنوس خضر، باسكو الاخر يكون دبال كومبليتمون. دونك نحط لها المعدنوس من الفوق، ونكون كملت لو بلا تاعي. هذا طبق صحي وبنين بزاف، ميم دراري صغار يكونوا سيغمون يحبوه، باسكو ما فيهش طوماطيش وماشي حمر ايتترا، و سي فريمون تري تري بون وخفيف، يعني في شهر رمضان عبالكم مع السخانه ما نقدروش ناكلو بزاف. دونك هذا طبق فريمون كو جو فو كونساي، يعني ننصحكم باش ديروه. ندوزو من بعد الطبق الثاني تاعنا، هو فيتان فلوتي دو كورجيت، يعني راح ندير واحد الحساء تاع القرعه. فوالا، يكون فريمون تري ليجي و تري تري بون، هذا ننصحكم بزاف باسكو بزاف بنين، سورتو واحد اللي يحب يبدل من الشوربه، ويعني شوربه بيضاء، شوربه حمراء، شوربه فريك، شوربه تاع ميسال، دائما لا ميم شوز، واحد يبدل شويه يدير دو فلوتي يكونوا خفاف باش تقدروا تاكلوا الدوزيام بلا. دونك نقي القرعه وبصل وبطاطا، استعمل زوج حبات قرعه، زوج حبات بطاطا، وحبه بصله، سا ديبون نتوما لا كونتي بغيت تخرجوها. دونك نقطعهم هكذاك اون روندال خشين خشين، يعني باسكو من بعد حنرحيهم. دونك فوالا، نقطعهم وندير لهم معاهم شويه زيت، شويه ملح، وشويه فلفل كحل. هذا ما كان، يعني ما نكثرش كامل لي زيبيس، فريمون غير فلفل كحل برك. من بعد نقلي مليح لي ليغوم ديالي، نحطهم فوق ان فو دو، نقليهم مليح كي يتقلاو، ونشوف هذاك البصل تاعي بدا يدبل. نمرق الشوربه ديالي، اونفان لو فلوتي تاعي نمرقو ابوبري 1 لتر دو، ولا سا ديبون شحال عندكم الغاشي بيان سور كما قلت لكم. من بعد نحيه من النار، و جو في لو ميكسي، يعني نرحيه بلو بغا بلونجون، ولا اللي ما عندوش يدير في البلاندور، فوالا كل واحد وين يواسيل لا سوب ديالو. دونك نرحيه بيان كوم يلفو باش هذوك لي مورسو كامل دو ليغوم يروحو. ومن بعد نتحصل على واحد لا سوب تكون ليكيد، تكون يعني ليس كيما نقولوا، ما فيهاش لي غرومو، فيهاش الحبيبات لداخل. وشنو هو لو سيكري باش يولي لكم ان فلوتي؟ الوغ عندكم دو زوبسيون، تقدروا تستعملوا لا كريم فريش، ولا كيما درت انا استعملوا اون بورسيون دو فروماج شيف، ويجيكم هذاك لو فلوتي يجي كوم اون كريم، يعني فريمون تري تري بون، ويكون ليس، والبنه هذيك تاع الفروماج ال غوسور فريمون. ما نكثركمش بزاف الهضره، نقول لكم سيو.
دونك رايحين نجوزو للبوراك دوكا. كما شفتوا انا عندي شويه سلق غسلته وحطيته فوق المقله ودبلته مع شويه زيت صنغو شويه ملح وشويه ثوم. هذا ما كان وبعد كي يدبل كومبليتوم نخليه دو كوتي. ندير زوج حبات ولاد الدجاج نحط فوقهم شويه ملح وشويه فلفل كحل ومن بعد نزيد شويه كمون وشويه زيتون خضر مقطع دونك نقطعو هكداك اون بتي مورسو ونحطو مع لي زو ديالي ونخلط كل حاجه. ومن بعد هذا لو ميلونج تاع لي زو نزيدو مع السلق تاعي. تقدروا تزيدوا في هذه المرحله في فخوماج غرويير ولا حبيتوا. كي طيب ولاد الدجاج ديالي نروح نواسي نقفل البوراكات تاوعي. دونك بيان سور الطريقه تعرفوها كامل نورمالمون. نطوي البوراكه تاعي شويه في الكوتي نحط لا فخس تاعي ونزيد معاها فخوماج. انا نحب بزاف الفخوماج كيكون هكذاك يعني باين ماشي مخلط مع لا فخس. دونك نحط ان مورسو دو فخوماج بالطول ومن بعد باش نغلق نقفل البوراك ديالي كما راكم تشوفوا في لا فيديو. ومن بعد بيان سور نقلي البوراك ديالي وننصحكم باش ديروه في زيت ما تكونش بزاف سخونه وما تكتروش الزيت باش ما يتحللكمش. دونك هذه هي المائده ديالنا. كما شفتوا لو فيلوتي يجي فريمون شباب سي تري بريزونطابل شبحتو بورقه تاع معدنوس. فوالا البوراك بيان سور ما تنساوش تواصلوا القارص من الفوق يجي محمر بالطبع والشان. ولوبيا سوتي بالدجاج سي تري تري بون شربات ولا سيترونه انا حطيت لكم لا روسيت تاعها دون اون فوتو. دونك جيسبر تكون عجبتكم مائده تاع اليوم. ولا عجبتكم نوبليي با دو ميتر ان بوتي لايك ولا فونات با انكور ابوني اشتركوا في القناه. تهلاو في روحتكم وفي الناس اللي تحبوهم. يا بيانتو ان شاء الله.